السؤال اللي بعده. أوكي، هذا السؤال ركزوا شوي فيه عشان ما نضل نعيده، هو بعجق شوي بس ما في مشكلة. هلأ بحكي بحكي أو خلاص خليني هنا. في عندي لغتين، كل كلمة باللغة الأولى بقابلها كلمة واحدة باللغة الثانية، تمام؟ وفي دكتور عم بعطي المحاضرة باللغة الأولى، في طالب من اللي باخد عند هذا الدكتور بيعرف اللغتين، والطالب بده يكتب كل كلمة كتبها بحكيها الدكتور. فالطالب عشان يلحق على الدكتور لأن الدكتور بيحكي بسرعة بده يكتب الكلمة يعني مش هو بيعرف الطالب لغتين، بكتب الكلمة اللي سايزها أقل. يعني مثلا لو مثلا كان باللغة الأولى هي language one وهي language two، هي language one وهي language two. لو كان باللغة الأولى لنفرض في كلمة اسمها ABC مثلا، ABC باللغة الثانية بتقابلها بس A، تمام؟ فمين أقل؟ اللغة الثانية أحسن لهاي الكلمة. كلمة تانية مثلا AX باللغة الثانية YZ Q يعني كمان Z يعني أطول، فلهاي الكلمة أي أحسن أقصر؟ اللغة الأولى. فشوفوا إيش بعطينا بالإنبوت، بعطينا بالأول هاي أول إشي عدد الكلمات اللي رح يحكيها الدكتور، هني هنا تمام. والرقم الثاني اللي بعطينا إياه عدد الكلمات باللغة. هلا إحنا قلنا كل كلمة باللغة الأولى بقابلها كلمة واحدة باللغة الثانية. إيش بده؟ بده يعني أطبع نفس اللي حكاه الدكتور بس بأقل سايز. يعني مثلا إذا حكى الدكتور بالأول كلمة سايزها باللغة الثانية أقل فبطبعها باللغة الثانية، إذا حكى الكلمة كان سايزها باللغة الأولى أكبر بطبعها باللغة الأولى، تمام؟ إذا تساوي السايزين بطبع باللغة الأولى. يعني أنا رح، هو أصلا الدكتور بيحكي باللغة الأولى يعني المفروض أطبع حكيه بالضبط كله باللغة الأولى، غير إذا كان في كلمة السايز تبعها باللغة الثانية أقل، تمام؟ خلينا نشوف هذا المثال كيف نحل. هاي code forces باللغة الأولى، هاي هذولا اللي بهذا العمود، خليني أعقب شوي، اللي بهذا العمود هن الكلمات اللي باللغة الأولى، هذولا مقابلتها باللغة الثانية إيش في؟ إيش هذا؟ طيب اشوف لكم حدا، في حدا من الأردنية هنا؟ حدا من الأردنية؟ فعلا فأنا صح. ماشي اوكي يلا سلام. طيب المساعدة على الطريق، قبل ما تيجي المساعدة نحكي مثال سريعا. هنكمل على هذا المثال، الكلمة مثلا cat باللغة الثانية مثلا ATYP، تمام؟ وكمان كلمة رابعة XYZ باللغة الثانية هي بس Z. اوكي هلا اجى الدكتور حكى، خليني امحي هذولا، اجى الدكتور حكى النص التالي، حكى ABC بعدين حكى cat بس مثلا يس. انا ABC راح اطبع ABC ولا ايه؟ ايه احسن لي، فانا باجي بالاوتبوت بطبع ايه. cat راح اطبع cat ولا المقابلها كات، يس وهكذا. مفهوم السؤال؟ بطبع واحد، يعني انا طول الوقت بطبع اللانجوج الاولى ما عدا اذا كان السايز لللانجوج الثاني اقل، تمام؟ اوكي مين عنده فكره للحل؟ خد وقتك، بدك تحكي؟ احكي عادي. اوكي ماشي، بعمل ماب ايش التايبس فيه؟ سترينج بسترينج. اوكي ماشي، سترينج بتيجر
اوكي يعني بدخل يعني بعمل ماب لللانجويج 1 ولا لللانجويج 2 مابين اوكي بعدين بقارن بشوف الاجابه ماشي كيف بدي اعرف يعني كيف بدي اعرف هلا احكي لك ايش فهمت ولا احكي لك ليش خلاص ماشي اوكي ممتاز بالضبط ممتاز يس بعمل ماب بدي اربط سترينج بسترينج سترينج باللغه الاولى بسترينج باللغه الثانيه تمام فهي بكتب هنا لوحه كثير صغير صح هي ماب بدي اربط بين نوعين ايش ما سترينج سترينج بدي اسميه ام بي عاده تمام هلا باجي بالانبوت بدخل ماشي باجي بالانبوت بدخل بدي اربط ايش الكلمه اللي باللانجوج الاولى باللي بتقابلها باللانجوج الثانيه صح فهي ام بي مثلا انا دخلت اس 1 اس 2 ام بي اس 1 يساوي اس 2 تمام فربطت كل كلمه باللغه الاولى بالكلمه باللغه الثانيه لفيت عليهم ومشيت هي خلص خزنت كل كلمه باللغه الاولى صار مربوطه بماب باللغه الثانيه ليش ما ليش احطها بماب يعني ليش يلزمني احطها بماب هلا بحكي لك ليش ما حطينا الثانيه بماب هلا حكي الدكتور باي لغه دائما باللغه الاولى صح فانا دائما كيف بدي اعرف المقابل لحكي الدكتور بحكي يعني هاي مثلا حكى الدكتور ايش اي بي سي بعدين كات فبدي اجي كيف بدي اعرف المقابل لاي بي سي باللغه الثانيه مخزنه وين بام بي اي بي سي صح ام بي اي بي سي ايش هي ايه صح فانا بلف على حكي الدكتور باخده كلمه كلمه بشوف اف مثلا افرض انا اخذت كلمه للدكتور اس 1 دخلتها سي ان اس 1 تمام فهي اس 1 اف ماب اس 1 يعني مقابل الكلمه باللغه الثانيه اذا كان اقل دوت سايز طبعا دوت سايز لانه بدي اقارن سايزز صح دوت سايز اذا كان اقل ادخل بهذا اذا كان اقل من اس 1 نفسها دوت سايز فأنا إيش راح أطلع بهاي الحالة إذا كان المقابل باللغة الثانية سايزه أقل من نفس الكلمة اللي باللغة الأول إيش راح أطلع يس الثانية فبطبع MP S1 يعني مقابلها باللغة الثانية عندي حيات else غير هيك يعني كان إما متساويين أو كان لحظة هاي اصغر اوكي او انه مقابلها اكبر صح فغير هيك بطبع ايش اسوأ نفسها تمام اوكي اكتب لكم هلا بعد الكود برجع اشرحها سريعا للي ما فهم ليش ما استخدمت بير لما انا عملت بير بدك بير سترينج سترينج صح تمام هيني حطيت بير عملت هاي وهاي بنفس البير كيف بدي اعرف مثلا انا اخذت سترينج اي بي سي كيف بدي اعرف مقابلها السكند لايش صح مثلا انا عندي هاي بير بدي اربط سترينج بسترينج خلينا نحكي عن متغير واحد مش اري تمام هاي سترينج سترينج ايش بدكم تسموه هاي بي مثلا فانا اجيت حطيت بي دوت فيرست يساوي اي بي سي بي دوت سكند يساوي اي تمام بعدين لما اجى بحكي الدكتور اي بي سي كيف بدي اعرف ايش مقابلها باللغه الثانيه صح بعملها اري وبعمل فور لوب بس حسب الكونسترينت يمكن ما ينفع يس اشوف حسب الاري لا
لا بنفع هذا السؤال، بنفع هذا السؤال، بنفع تعمل بير وتلف لوب كل مرة تدور على إيش مقابلها، تمام؟ بس في أسئلة إذا كان شوي أعلى الكونسترينت ما بنفع. أوكي تمام، فهمتي اللي سألت؟ تمام ولا أعيد لك؟ لا ليش؟ لانه ممكن الدكتور ما يحكي كل يعني هو بعطيك اللانجويج كل واحدة مقابلها، بعدين بحكي لك الدكتور شو حكى، فانت كيف بدك تعرف الدكتور؟ تمام. وين تحيات هون؟ ايش اللي بدك تشوفه؟ هو المكيف. طيب يعني اخذت السورت صح؟ اخذت السورت كيف تعملوا للفيكتور سورت ولا الاري؟ اوكي شو رايكم ننتقل للموضوع الجديد؟ نعم. انا فقعاني زيك والله، بس مش عارفه ايش المشكله. اذا بتحب تروح شوف عادي، بس هي لا دور. طيب معلش الله يعينكم. طيب خلينا نرجع لسؤال لكتشر بعدين نرجع لل سؤال لكتشر هذا تبع التو لانجويجز. تمام هيو هذا بالاول، اول رقم بعطيني كم كلمه راح يحكيها الدكتور، ثاني رقم بعطيني كم كلمه باللغه، يعني هي ثلاثه يعني في ثلاث كلمات باللغه، اول كلمه كود فورسز مقابلها باللانجويج 2 هاي الكلمه، الكلمه الثانيه باللغه الاولى كونتست، باللغه الثانيه مقابلها راوند لتر، باللغه الثانيه مسج. اجى الدكتور حكى كود فورسز، هل كود فورسز هل المقابل باللانجويج الثانيه السايز تبع هاي الكلمه اقل من كود فورسز؟ لا هو نفس السايز فبطبع كود فورسز. تمام بعدين اجى الدكتور حكى كونتست، كونتست مقابلها راوند، مين اقل؟ راوند، اجيت طبعت راوند. بعدين اجى حكى الدكتور لتر، مين اقل لتر ولا مسج؟ هن نفس السايز، اذا نفس السايز عادي بطبع الاولى صح. هي اصلا لتر اقل. يس. بعدين حكى كونتست، مين اقل كونتست ولا راوند؟ راوند اقل فطبع راوند. اكتب الحل سريعا بدي ماب كلود ماب كلود ماب ماب تبعتي بدي تربط لي بين ايش وايش صح، سترينج وسترينج سترينج وسترينج اي ام بي مثلا. بدي اخذ رقمين انت ان وام، ان هو عدد الكلمات اللي راح يحكيها الدكتور وام عدد الكلمات باللغه. تمام بدي الف على عدد الكلمات باللغه، ادخل تو سترينجز اس 1 هلا بعرفهم اس 2 سترينج اس 1 واس 2 تمام. اس 1 هي الكلمه باللغه الاولى، اس 2 مقابلها باللغة الثانية. هلا بدي اربط بيناتهم، ايش بكتب اربط بيناتهم؟ بالضبط ماب الاس 1 ايكوال اس 2 تمام، هيك ربطنا بيناتهم. اوكي هلا بدي الف على كلمات الدكتور ان ماينس ماينس، قلنا وايل ان ماينس ماينس زي كاني كتبت 4 انت الاي يساوي 0 اي اقل من ان، يعني بلف ان مرة. تمام فبدي ادخل اس 1 او اس يعني اس 1 خلص ما حستفيد منها، فلو دخلت اس 1 مره ثانيه ايش مقارنه؟ هلا بدي اطبع السايز اقل صح، واذا تساوي السايزز بطبع اللانجويج 1، فايش بكتب؟ اف ام بي اس 1 دوت سايز، كان السايز تبعها اقل من اس 1 نفسه دوت سايز، فايش لا يطبع لي
مين يطبع الأقل اللي هو MPS1. هو أنا مش سامع كتير، يمكن الناس بيحكوا صح وأنا مش سامع. MPS1 تمام. غير هيك يطبع أسوان نفسها، مش مقابلة أسوان باللغة الأولى سياوت أسوان. تمام هلأ جربوا صح، برجع بشرحه مرة ثانية. آه هلأ بعد كل كلمة بدي أطبع فراغ عشان الكلمة اللي بعدها صح. Cut first round letter round صح. هلأ رح أعيد الحل. تمام صح اوكي. الحل مرة تانية اعملنا اشي ماب تربط لنا بين string و string، كل كلمة باللغة الاولى تربط لنا اياها باللغة الثانية ايش مقابلها. بعدين دخلنا هينا سجلناها، دخلنا الكلمة الاولى الكلمة الثانية ربطناهم بماب. بعدين اخذنا كلمات الدكتور، اذا كان المقابل لكلمة الدكتور باللغة الثانية اذا كان السايز تبعه اقل من السايز تبع اللغة الكلمة اللي باللغة الأولى اطبع لا تبعت اللغة الثانية صح، كلمة اللغة الثانية. غير هيك اطبع الكلمة باللغة الأولى. تمام؟ في حدا عنده سؤال عليها؟ أكيد؟